أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل من ينكر وجود أحاديث متواترة يكفر بذلك؟ ينكر المتواتر يكفر، ينكر المتواتر يكفر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: لكن المتواتر القطعي، لأن المتواتر على قسمين: متواتر معنوي، متواتر قطعي، هذا هو الذي من أنكره يكفر، أما المعنوي لا. نعم.